تحديات جديدة قدام محمد صلاح وليونيل ميسي. إيرلينج هالاند بيواصل التألق وزيزو بيعادل 7 أساطير زملكاوية. يلا نشوف التفاصيل في حلقتنا من أرقام يلا كورة. ونبدأ بالرقم 2، محمد صلاح بيزود رصيده من الأهداف الدولية بهدفين قدام النايجر عشان يوصل للهدف رقم 47 مع منتخب مصر. صلاح بيعود للتسجيل مع المنتخب بعد غياب 5 مباريات، وتحديداً من يناير اللي فات لما سجل هدف التعادل قدام المغرب في كأس الأمم. كمان صلاح بيسجل هدفين في مباراة واحدة لأول مرة وهو لابس شرط الكابتن، آخر مرة عملها كانت قدام جزر القمر في مارس 2021. التحدي الجاي لصلاح في نوفمبر إنه يسجل للمباراة الثانية على التوالي مع المنتخب لأول مرة من يونيو 2019 لما سجل قدام الكونغو وأوغندا في كأس أمم أفريقيا اللي نظمتها مصر. صلاح محتاج 22 هدف عشان يعادل رقم حسام حسن الهداف التاريخي للمنتخب. تفتكروا ممكن يوصل له بعد كام مباراة؟ ونروح للرقم 34، منتخب الأرجنتين بيواصل سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 34 على التوالي بعد ما كسب هندوراس 3-0. الفريق كسب 24 مباراة وتعادل 10 مباريات، وآخر مرة خسر فيها كانت قدام البرازيل في يوليو 2019. منتخب الأرجنتين فاضل له 3 مباريات بس عشان يعادل رقم إيطاليا القياسي بـ 37 مباراة بدون هزيمة، يعني ممكن يوصل له في كأس العالم اللي جاي. ليونيل ميسي كابتن المنتخب سجل هدفين عشان يوصل للهدف رقم 88 في مسيرته الدولية، ويبقى على بعد هدف واحد من المركز الثالث في قائمة الهدافين الدوليين عبر التاريخ، واللي بيحتله الماليزي مختار دهاري. ميسي في 2022 مع منتخب الأرجنتين وسان جيرمان لعب 34 مباراة، سجل 19 هدف وصنع 20، يعني مساهم في 39 هدف. ميسي قال في تصريحات صحفية إنه بدأ يستمتع تاني بكرة القدم بعد ما مر بفترة سيئة الموسم اللي فات. تفتكروا ممكن نشوف ميسي بيرفع كأس العالم قبل الاعتزال؟ ونروح للرقم 33، إيرلينج هالاند ما بيفرقش ما بين أندية أو منتخبات. نجم مانشستر سيتي بيواصل التسجيل، لكن المرة دي مع منتخب النرويج لما سجل في مرمى العملاق السلوفيني يان أوبلاك في دوري أمم أوروبا. النرويج سجلت 7 أهداف في البطولة، هالاند سجل منها 6 أهداف وصنع هدف، يعني مساهم في كل الأهداف. كمان هالاند هو الهداف التاريخي للبطولة ب 12 هدف بفارق هدف واحد عن متروفيتش مهاجم صربيا. هالاند لعب مع مانشستر سيتي والنرويج الموسم ده 11 مباراة في كل البطولات، سجل 15 هدف وصنع هدف. برضه هالاند هو تاني أكتر لاعب سجل أهداف مع الأندية والمنتخبات في عام 22 حتى الآن. هالاند سجل 33 هدف بالتساوي مع البولندي ليفاندوفسكي، وهما الاثنين ورا الفرنسي مبابي اللي سجل 38 هدف. تخيلوا لو هالاند بيلعب في منتخب كبير زي ألمانيا أو البرازيل، كان إيه اللي ممكن يحصل؟ ويلا بينا على الرقم 3، أحمد مصطفى زيزو نجم الزمالك بيسجل ويقود فريقه للفوز على إليكت بطل تشاد في دوري الأبطال. مفيش مباراة للزمالك في الفترة الأخيرة إلا وهنلاقي زيزو مساهم بأهداف، إما بالتسجيل أو الصناعة. قبل الموسم ده زيزو لعب مع الزمالك 24 مباراة في دوري الأبطال، سجل فيها هدف واحد. الموسم ده لعب مباراتين سجل هدفين، تطور كبير جدا للاعب. بعد ما وصل للهدف رقم 3 في دوري الأبطال، زيزو بيعادل 7 نجوم سجلوا 3 أهداف. السبع نجوم دول هم أحمد حسن، أحمد رمزي، أشرف قاسم، حازم إمام الصغير، مؤمن زكريا، مصطفى فتحي، وطارق مصطفى. زيزو عنده فرصة كبيرة إنه يحطم أرقام قياسية كتيرة في تاريخ الزمالك، فهل هيقدر يعمل ده؟